إذن إخوان، السلام عليكم. اليوم تقريبا اليوم التاسع، احنا ندير واحد الفحص نشوفه الأمر كيفاش غادا. إذا لاحظتوا راه البيض دابا راه مقلوب على الجهة ديال تقريبا واحد 90 درجة على الجهة ديال اليمن. أمور راها مزيانة، الحرارة راها هي هاديك 37، الرطوبة راها في 60، بين 60 و 55. أمورها كل شيء مزيان. حاجة واحدة غادي نزيدو واحد شوية ديال الماء، ربما يكون خاص واحد شوية ديال الماء. الأمور كل شيء مزيان، نزيدو واحد شوية ديال الماء. هو ما كتزيد الماء وكتخرج الرطوبة وبدا خدام الشفا. هذا هو الدور ديال هذا المحرك، هذا كيدير الرطوبة، هذا هو المحرك ديال الرطوبة. البيض راه كلشي مزيان، كلشي بسلام. نسدو باش ما تخرجش الحرارة. هيا هيا خدمات. دابا طاحت شوية من 37.5 ما حليت، والرطوبة إلا لاحظتو قبيلة كانت في 60، هي هبطات 28 حيت حليت. شي علاش ما خاصش تبقى تحل بزاف؟ هي الامور راه مزيانه، كلشي هو هذاك التقليب. دابا راه كما قلت لكم، راه تقريبا البيض دابا راه متكي على الجهه ديال اليمنيه، كتقلب الراس اوتوماتيكيا. هنا احنا راه وجدنا هادو، شريت هادو، هادو شرابات ديال الماء، وفيها نيت كيدوز لهم داك الفاكسان ديالهم. شريت 3 من هادو، هادو كيسواو تقريبا 12 درهم. وشريت هادو ديال الماكلة ديال الديماراج، تا هما هادو كيسواو 35 درهم الوحدة. دونك هادو ديال الماكلة 35 درهم الوحدة، وهادو ديال الماء 12 درهم. كاين فيهم ديال 2 يترو، كاين ديال 3 يترو، كاين داكشي على حسب. شريت انا الصغار كاع ديال الديماراج، شريتهم هادو 12 درهم، وهادو 35 درهم. نيت نرجعو عاوتاني، الحرارة هي كطلع، الرطوبة هي تاهي كطلع، غير مع حليت وخرجات شوية كتدخل ديك البرودة ديال برا، تتخرج واحد شوية الحرارة ديال الداخل. داكشي علاش ما خاصش تبقى تحل بزاف. المهم الأمور راه كلشي بسلام. نشوفكم في فيديو آخر إن شاء الله. الله يعاونكم، السلام.